مريم دي لتوخ يوحان دام دو خين ونو لوخ فيسون حلوفين اثرا حمالين بسلوث امو دي لتوخ واتكلهم قادي شيكي رامر موخمو ملكو يحيدو يبرو ملتي دابو شمايونو هاودي تاوبكيون الامو يوثم قابل ويتوبقى بوت حلو فحاي وفرقون ودل سود بني نوشو ويتجاشا من قاديشتو ومشابحتو تدخيتو يلد ثاروه ما فو بارنو خوشو وسطيب حلو فين مشيحو آلوه ديلا وبماوت الماوت أندو وقتل ويتا حد من تليتو يوتو قاديشتو شاويو ايتمي تودشتا بحاما بيو روحي قاديشو حسام قادي شاتالوه قادي شات حالتونو قادي شات لومو يوتو دس طلب تحلو فاين وسراحا ما قادي شاتالوه قادي شات حالتونو قادي شات لومو يوتو دس طلب تحلو فاين وسراحا ما لك قادي شاتالوه سون قريلاي سون قريلاي سون اشتي حبايو اشتادر من عروه العلم وكولي وانفاق آخري سسبثي دبر بدعام وعبري دار سابر واو ملكوثو لشمايو كاد مريض طبولا نايمين شبح المرهون دشلي حصلتون عامان آمين
multitudes, they were filled with envy and contradicting and blaspheming. They opposed the things spoken by Paul. Then Paul and Barnabas grew bold and said, "It was necessary that the word of God should be spoken to you first. But since you reject it and judge yourselves unworthy of everlasting life, behold, we turn to the Gentiles. For so the Lord has commanded us, 'I have set you as a light to the Gentiles.' Now that you should be for salvation to the ends of the earth." Now when the Gentiles heard this, they were glad and glorified the word of the Lord. And as many as had been appointed to eternal life believed. And the word of the Lord was being spread throughout all the region. But the Jews stirred up the devout and prominent women and the chief men of the city, raised up persecution against Paul and Barnabas, and expelled them from their region. But they shook off the dust from their feet against them and came to Iconium, and the disciples were filled with joy and with the Holy Spirit, Baruch Mor. من ماذا خوم الرومود وبحرم من عيده نبع لم يلفون شاحر في من كل جابين إنو دب يلفون داله شريف شالين. من رسالة بولس الرسول الأولى إلى كورنثوس بارخ مور شبح المور دشتي حصة في عمان آمين. أحاي يسمع مطلقا أن بينكم زنا، وزنا هكذا لا يسمى بين الأمم حتى أن تكون للإنسان امرأة أبيه. أفأنتم منتفخون وبالحري لم تنوحوا حتى يرفع من وسطكم الذي فعل هذا الفعل؟ فإني أنا كأني غائب بالجسد ولكن حاضر بالروح، قد حكمت كأني حاضر في الذي فعل هذا باسم ربنا يسوع المسيح. إذ أنتم وروحي مجتمعون مع قوة ربنا يسوع المسيح، أن يسلم مثل هذا الشيطان لهلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب يسوع. ليس افتخاركم حسناً؟ ألستم تعلمون أن خميرة صغيرة تخمر العجين كله؟ إذ نقوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجيناً جديداً كما أنكم فطير، لأن فصحنا أيضاً المسيح قد ذبح لأجلنا. إذن لنعيد ليس بخميرة عتيقة ولا بخميرة الشر والخبث، بل بفطير الإخلاص والحق بارخ مور. بارخ مور امشي اليوم دي حزة ونقفوثة صوت الشمال اسبرت ادميلي حياة داله وانقي اليوم قد يشد موران والوهن يشو امشي حد ما ثقر علي اشمولان مريان شلومو اليوم قادي شد موران والوان وفاروق وديلان يشو عمشيحو قروزو ثو محيوني ثو من مات يشليحو مخرزون ودمخرز حيو فرقو نلو المو فرقانا وعن كل الرحمة أولى المين
زبنه خيل دم دبرون وثيد موران والوهان وفروق وديلان يشو عمشيحو مل فتحايا لودت باسار من ابتلتو قادشتو مريم هولندي ولما جاء تلاميذه إلى العبر نسوا يأخذوا خبزا وقال لهم يسوع انظروا وتحرزوا من خمير الفريسين والصدوقيين ففكروا في أنفسهم قائلين إننا لم نأخذ خبزا فعلم يسوع وقال لهم لماذا تفكرون في أنفسكم يا قليلي الإيمان إنكم لم تأخذوا خبزاً حتى الآن لا تفهمون ولا تذكرون خمس خبزات الخمسة آلاف وكم قفة أخذتم ولا سبع خبزات الأربعة آلاف وكم سلاً أخذتم كيف لا تفهمون إني ليس عن الخبز قلت لكم أن تتحرزوا من خمير الفريسيين والصدوقيين حينئذ فهموا إنه لم يقل أن يتحرزوا من خمير الخبز بل من تعليم الفريسيين والصدوقيين وشينو وشلو ملك الخوم صلي كلنا رحمة وحنون من مريم باي مريم رحمة ورحمة علينا وعدارين تشبحت وثوديث ادرو قل اسر امرأة مطابد لباطل امين ويثبخوا الاسبان وابخوا العيدون نشتوى الناسق Glory to the good Lord who broke his body and gave us to eat and mixed his blood and gave us to drink and made us inherit his heavenly kingdom. To him be glory, honor, and worship at this time of the celebration of the divine Eucharist at all feast times, hours, and seasons, all the days of our life, forever. قديش ولاي باسم متسمين من ذي كنونم يقرو صالكولن ورحمة وحنونو من مريون بعي مريم رحمونو رحم علينا وعدارين اللهم امنحنا بعطر البخور يا ذا عفوا وغفرانا وتطهيرا صافحا عنا ومتغاضيا عن اثامنا واغفر لي خطاياي الكثيره والعظيمه التي لا تحصى متجاوزا عن ذنوب شعبك المؤمن وربنا ايها الجواد وارحمنا تذكرنا اللهم ذاكرا نفوسنا وانفس ابائنا واخواتنا ورؤسائنا ومعلمينا وموتانا وانفس الموتى المؤمنين ابناء البيع المقدس المجيدا ارح يا رب انفسهم وارواحهم واجسادهم وانضحنا دام رحمك وحنانك على عظامهم
وتعطف علينا أيها المسيح ربنا وملكنا رب المجد وكلنا ولهم غفورا ورؤوفا. استجبنا أيها الرب ربنا وكلنا معينا وخلصنا وتقبل دعواتنا وابتهالاتنا كرما وابعد عنا برحمتك جميع العقوبات الشديدة وضربات الغضب المؤذية ووفقنا يا رب الأمن والسلام إلى الآخرة الصالحة المحفوظة لآل السلام وامنحنا النهاية المسيحية التي تحبها وترضى والتي تليق بألوهيتك وإياك نحمد مسبحين الآن وإلى الأبد. Before you, O God the Father, who is invisible to the angels and archangels, before your beloved Son, who revealed himself to the world by his love, before your Holy Spirit who cleansed the world by his grace, and before your holy altar where your divinity is proclaimed and the Holy Trinity abides, we present this sacrifice that it may be for the remission of trespasses, the forgiveness of sins, the blotting out of the transgressions of all your flock, and the earnest and good remembrance of all the faithful departed, we offer you glory and thanksgiving now, always, and forever. Amin moru qabil husuyah lana dar basma busa. Min alon qabil husayat habib shibqana dahto ibat rehun almi wal alam almin. Enodin abdum hilo hatu yalalani vi varqa. قديش إبرون قديش قديش روح خي قديش دم قديش الفرمت حاط يا عبد كيف حيس مثرحام على نبشوتان ونبشوتون كداب وهين وداحين ودرابونين ودملفونين ودعانيدين وادخلون عانيدهم هاي من الدديت ودي لقاد يشتهم شابحتهم بتريهون علم والعلم علمي سوفيا دبرسكومي قوم شافير كلام بسود كان عنام يقرون عني ونيما نؤمن بإله واحد الآب الضابط الكل خالق السماء والأرض وكل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق آب الجوهر الذي به صار كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء والدة الإله أحيو حبيبي صلى الله عليه وسلم إخوتي وأحبائي صلوا لأجل رب قربان أحيو حبيبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث كما شاء وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب ثلث الفقر اجتماعي
وسط من قالوا امنحنا لنا ربنا محبة وإلفة وأمنا كاملا لنحمدك ونسبحك وابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. شلومو الكل خون وباركنا جميعا ببركاتك غير الزائلة وأهلنا للعمل بمشيئتك ومشيئة ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين. Drive away from us, O Lord, all foul thoughts through the sacrifice which we are offering unto you. Enlighten by it our souls and sanctify our bodies, that we may offer you praise and thanksgiving unto your only begotten Son and to your Holy Spirit now, always and forever. قم شافي قم امدح الذوق قم نقف الذوق قم زي الذوق قم قديش الذوق قم جيت لنا حي حب وبيمون وتدشعر مثل يد عنايب دين بدح لذواب النافورة قادت حلتا وقاد اشتا ودق نومك سيمون حر في ذاي كان عالم يقرا ودم شينو بشلامو سبعت عيد الله وابو مريكول شفتو لنقارب رحمي وشلام وتبعت وديث حبا دلو أبو طيب ثدين دي حيدا يبرا شو تفو ذو مجنون ثد روح قد شاهي تاوي عم كل خنا حايل المين لتكن عقولنا وأفكارنا وقلوبنا هذه الساعة في العالي حيث المسيح جالس عن يمين الله الآب لنشكر الرب بمخافة أهلنا لنسبحك تسبيحا ثلاثيا مع ألوف ألوف وربوات ربوات الملائكة النورانين واقفين أمامك وهم عن تسبيحك لا يفترون
ونحن هاتفون وقائلون قادش 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 كادن إذ عتدا قبل الموت الصبيان يحلفين حاطوا يود لحطوا انساب لحمو بذو قد شثوا خذوا دي بارخ وقاديش ويبلش لي حوق ديش ومار سبخ المين هنا وفار دحلوف يكون وحلوف ساقيم ماذ قصين وماذ يبلش بقون ودحطوه والحيد الأولى أمولني آمين خوث والخوص انساب خذوا دي بريق بلهون لشليحة وقاديشة ومار سامشتو مني كل خون هون ودم دحلوف يكون وحلوف ساقيين ماذا شاي ماذا يابل شبقون ودحطوه والحيد الأولى مولمي آمين ولما أودى رسل القديسين هذه الأسرار أوصاهم قائلا هكذا اصنعوا لذكري حتى مجيئي موت خمار عن مدعادينا باقي عمد خما While your church, O Lord, remembers all of your redeeming dispensation and your fearful second coming, in which everyone shall be rewarded according to their deeds, she and your banner, the flock, beseech you and through you and with you to your Father, saying, رحم علينا رحم علينا الله أبو واحدكم
ونحن عبيدك الخطاة والضعفاء فيما نتقبل نعمتك نقدم الشكر لرأفتك من أجل كل نعمك. لوحم شبحينا لوحم برخينا لوحم سغلينا بوعينا نبيلو موريو عالو حوسطو بويت رحم علي. يا حبائي ما خف هذه الساعة ورب هذا الوار الذي بينحد الروح القدوس نازلا من أعلى السماوات العالية ويرب ويحل على هذه الأوقارستية الموضوعة أمامنا ويقدسها. فقف وصل بعبادة وسكون ووراء السلام لشعبنا والأمن لجمعنا. استجبني يا رب استجبني يا استجبني يا رب اشفق علينا أيها الصالح وارحمنا. أي كانوا قد مجينا بذل أحمونو فارو ما بضحايا فارو فرقايا فارو دمشي حاله ديلا. والخسر شمل دمو ديتي قحذاتو دمو فرقايو دمو دينا نمشي حارو دينا. لكي تكون هذه الأسرار لجميع الذين يتناولونها غفرانا لذنوبهم فيرثوا بها الحياة الأبدية ويملأ أفواههم بحمدك وشكر ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين. بارخ مورن صالي ونتكشف المورن والوهن بيدونون ربط حلو قد انشو لوف كل هون بوثو واندبرو نديلان انو نتقيمين بريشي نومون بحيد اثنان عيدو ثو قديسو ثو دالو هود باربع فنيون روين واندبرين قديسي ميقري طب ثوني فاتر يرخو ديلان أبون موران مورون الطيوس تو أفريم الترايونو وابو المور تاوذ راس ترايونو حسيو ديلان ابو مور ديونوسيوس نتقيمون بالوه عم شرقت كلون افسقوا في
ارتدوكسو صدون شروتي ولان ماريون اذكاشف قريلايسون. نحيا رب بيعتك المقدسة أمنا وسلاما ومدبريها شيخوخة صالحة وهادية واقم فيها رعاة يحكمون بكلمة الحق حكما عادلا لنحمدك وابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. بارخ مور. لنذكر أيضا تلك المستحقة التطويب التي تعظم شأنها قبائل الدنيا بأسرها القديسة المجيدة والمباركة السامية الدائمة البتولية الطوباوية مريم والاة الإله، ولنذكر معها أيضا الأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيليين والشهداء والمعترفين والطوباوي مار يوحنا المعمدان الساعي الذي سبق مجيء ربه، والقديس الجليل مار استيفانوس رأس الشمامسة وبكر الشهداء، ورئيسي الرسل الساميين مار بطرس ومار بولس. ونذكر جميع القديسين والقديسات معا، فلتكن صلاتهم سورا لنا لنتضرع إلى الرب قرية Shelter us, O Lord, under the wings of your saints, and place us in their ranks so that with them we may offer praise and thanksgiving to you, and to your only begotten Son, and to your Holy Spirit, now always, and forever. Baruch Mor again, we commemorate all the faithful departed from this holy sanctuary, from this place and from everywhere, have departed and fallen streets in true faith, and our rest and attain to God the Father, the Lord of all spirits and flesh. Let us beseech Christ our God, who has received their souls and spirits unto himself, and that in his abundant mercies he may make them worthy of the forgiveness of sins, and may carry us into heaven, into his heavenly kingdom. Let us cry and say three times, Kurelaison. وابسط على أمواتنا المؤمنين جناح رحمتك، واغفر ذنوبهم صافحا عن خطاياهم، لأن جسد ابنك الوحيد ودمه مودع في أعضائهم، وبه نترجى الحظوة بالرحمة وغفران خطايانا وخطاياهم. بارخ مور أني حاسو وشبوك الله شرعاتو ديلان ودلهون إيلن دحتينا نقدومك سبيونو ودلو سبيونو بيداتو ودلو بيداتو. واهلنا وأمواتنا المؤمنين لآخرة مسيحية غير متذكر ذنوبنا وذنوبهم، لنشكرك على هذه وعلى سائر نعمك، ونعظم ونبجل اسمك المبارك الكلي لإجلال، واسم ربنا يسوع المسيح وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. آمين. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. آمين. بارخ مور. شلومو الكل خون. May the mercies of the Almighty God and our Savior Jesus Christ be with you, my brother, and forever. Oh, no.
اللهم يا قابل الصلوات والمجيب للطلبات إننا نبتهل إليك مصلين هذه الصلوات الربانية التي علمنا يا ابنك الوحيد القدوس هاتفين بقلب خاشع وقائلين أبونا بشما يوني ثقاد ششمو تي ثملكوثو May
ونجينا يا رب من الشرير ومن كل ما يخالف نواميسك الإلهية، واغفر خطايانا وذنوبنا واعف عن جميع الذين أخطأوا إلينا بأي نوع كان، لنشكرك ونسبحك وابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين. آمين. بارك شلومو الكون خور من قبل تناول هذه الأسرار المقدسة الإلهية التي قدمت لنا، فلنحن رؤوسنا سجودا أمامك ربنا وإلهنا. Oh Lord, lift your right hand and pour forth your blessings upon your people that are waiting to receive by the blood of your only begotten Son. Sanctify our souls and bodies that we may offer you praise and thanksgiving, and to your only begotten Son and to your Holy Spirit now always and forever. Shlomo el kulchun. طيبوث رحمدت لي ثويث قادشتهم شابحتهم لبري ثويث يويتهم ثم يويتهم صغيتهم شويات بوسيا اتبعهم كل خناحة يحبيبي العلمين. آمين. بارك مار دي شيل قادين شولت خايو زودك نثيابهم بالحوض. آمين. حاد أبو قادين حديثي هن العلماء
هذا ابو قديش من قبل العلم وبحنوني هذا ابو قديش من فرق العلم وبحاش يا قردق نومي هذا روحو قديش من دي ثو مرم شمليون ادخل ميدم دا ودو بنوش مد مريم برخ من عالم وعدم العلماء مين من عامنا مين بخور مصلاوت نتخارن لابوها إن الفين وأولا كذا حين و رداني حلون أين الكوت دشما بث ملك وبشب حقنا هللويا هللويا ومالك ثمين يمين وطعي عميق بثبوه هللويا هللويا ونترق رغمالك الشكر اخبار شبحوا لابو لبرو ولروحوا قديشون العلم وعدم العلم عود بنا من قارب بعود تحلو فين أشبهرو لم هنين لي حدود نحمين نعبد رحمي على الكولا صوم القارص حرية ليسون دخرو نود مريم نهو البركوتة وصلو حول أبو لبرو والروح قديش ريح باسي مفويا بويا لبثلت مريم يلدت عروه مريو راحم علينا عدر بصلي بخمور أن يشعر بصلت مريم ديل التو عبر باطل منا محور أيها المسيح ربنا وخالقنا ما بجاه أمك مريم ارحمنا من طغيان إبليس أعتقنا ما ومن وديه الأشرار خلصنا نحن عبيدك كلنا في يديك نرجو رحمتك ليس لنا سامحنا وسامح أمواتنا ما غفرنا للذنوب امنحنا قل يا رب ارحمنا ارحمنا يا رب ارحمنا يا رب سامحنا سامحنا يا رب سامحنا يا رب ساعد ساعدنا يا رب ساعدنا يا رب نجينا نجينا يا رب نجينا قرية ليسون أعنا يا رب
واسمع دعانا نحن عبيدك البائسين الواقفين أمام عظمتك في هذا الحين. وارسل يا رب من خزائن مراحمك شفاء للمرضى وعافية للمتوجعين، إطلاقا للأسرى، فرجا للحزانى، عودا للبعيدين، إلفة واتفاقا للمتخاصمين، وغفرانا للخطاة، وصفحا عن ذنوب المذنبين، والراحة والرضا بواسطة القديسة الطاهرة سيدة العالمين العذراء مريم والدة النور والخلاص لكل المؤمنين، والوقار والإكرام للشهداء والقديسين، والراحة والرضا والإكرام والرحمة والنياح لكل كافة الموتى المسيحيين. وامنح يا رب كل أحد ما ينفع ويصلح له من بحر جودك الطافح على كل من الصالحين والطالحين، ومن أجل هذه النعم والإحسانات يسجد ويمجد اسمك القدوس المكرم من الروحانيين والبشرية أجمعين. أيها الآب والابن والروح القدس لك الحمد دائما وأبدا وأن آمين. صلي لقلب المنكسر يا جابرا يا مجبرا، ماذا أصيب ماذا أقول للسيدة العذراء البتول، تهب بها كل العقول والخلق فيها حائرا. شماب وبر روح قديشو حاضلوه شريرو آمين. يا أحبائي، في هذا الصباح المبارك قرأنا على مسامعكم الإنجيل المقدس بحسب الرسول متى، الذي فيه حذر الرب يسوع الرسل القديسين من خمير وتعليم الصدوقيين والفريسيين. طبعا يا أحبائي، لما نحكي على هذا التحذير لازم أول مرة نفهم ليش الرب يسوع حذر من هالمجموعتين من بين مجموعات كثيرة دينية كانت موجودة عند اليهود. ليش الرب يسوع بس حذر من هالمجموعتين؟ ليش قال لهم احذروا خمير الفريسيين والصدوقيين؟ طبعا قبل ما نعرف ليش الرب يسوع حذر من هذا، من هالجروبين هذول، من هالمجموعتين، من هالطائفتين، لازم نشوف انه شلون الرسل حوله كانوا يفكرون وشلون الرب يسوع كان يريدهم يفكرون. الرسل لما الرب قال لهم احذروا من خمير الفريسيين والصدوقيين فكروا أن الرب جائع وكي يسأل على خبز، فكروا أنه هو جوعان ويريد له خبز يأكل، يريد له خبز يأكل. قالوا أكيد كي يقصد أنه نحن ما جبنا خبز معنا، ما معنا خبز، ما معنا أكل نعطينه، ما معنا أكل نعطينه. ولكن الرب كان يريد يغير فكرهم، يغير فكرهم. وهذا هو المسيح اللي يشتغل علينا. الرب يسوع يريد يغير أفكارنا، أذهاننا، عقولنا، يخلينا نفكر غير شكل، خلينا نفكر غير شكل بالأمور. يعني ما نكون ماديين، ما نكون ماديين، ولكن الرب يريد يسمو بينا حتى نفكر بالروح،
نكون روحانيين، نكون روحانيين فنقدر نحيا ملكوت السماء من الآن. فحتى نحيا ملكوت السماء من الآن، شو بولس الرسول في رسائله إلى فيلبي والأولى إلى كورنثوس، في فيلبي يقول فليكن بينكم فكر المسيح، وفي كورنثوس الأولى يقول أما نحن فلنا فكر المسيح. فإذا غذاء الرب يسوع وطعامه، مثل ما قلم للتلاميذ لما جو شافوه يتحدث إلى المرأة السامرية، شافوه يتحدث إلى المرأة السامرية وهم راحوا يجيبوا أكل، قالوا له جبنا لك أكل، قلم طعامي طعام آخر، طعامي هو أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. فمشيئة الذي أرسله هو أن يصنع من عندنا خليقة جديدة، أن يصنع من عندنا إنسان جديد، أن يصنع من عندنا بشر سماويين. يعني دعوتنا الحقيقية هي أن نحيا ملكوت السماء، أن نكون صورة حقيقية لله. وشلون نقدر نكون صورة حقيقية لله؟ ما بالشكل، ما بالشكل. ليش؟ لأنه إذا بدنا نحكي على الشكل، أكو واحد أشقر، واحد أسمر، واحد أبيض، واحد شعره أصفر، واحد شعره أسود، واحد بني، واحد عيونه زرق، واحد خضر، واحد عسلي. تيه الحزبي بدنا نجي نقول إيه، لكن أشن صورة هاي؟ الصورة هي بالفكر وطريقة التعامل مع الناس والآخرين. فالرب كان يغيد يفهم الرسل أول مرة من حوله قبل ما يفوت في تحذير من خمير الفريسيين والكتبة، أنه أنتم بما أنه أنتم معي، بما أنه أنتم حولي، لا تفكروا بالخبز، لا تفكروا بالأكل والشغل. ليش؟ لأنه أنا معكم، ما راح أترككم، راح أعطيكم أكل وشغل طول ما أنتم حولي، طول ما أنتم كتفكرون بالسماء. قال لهم لا تنسون الخمس خبزات والخمسة آلاف والسبع خبزات والأربعة آلاف، واش قد فضل لكم منهم لما صليتوا باركتوا وكسرتوا وأعطيتوكم، فضل كثير منهم. فالرب يسوع اليوم ياخذ عقولنا وأذهاننا وقلوبنا من الأرض والتفكير المادي إلى السماء، إلى السماء. وهذا الشيء بالحقيقة اللي نعيشه بالقداس، هذا الشيء اللي نعيشه بالقداس اللي ترجمنا هو القداس الإلهي. نحن نشوف الشماس بعد ما نعمل قانون الإيمان، الشماس يفتل بالمبخرة حول الكنيسة ويجي، بعدين أبونا يعطي السلام، يعطي السلام، والشماس لما يفتل بالمبخرة هاي إلى دالة، إلى دالة أش كانت؟ لأن الشماس اللي يفتل بالمبخرة كانك الشميمسي اللي هم الأفدياقون، الأفدياقنو اللي هم مثل شماس فوزي وشماس وليد وشماس معن ووسام وأنس اللي يلبسون الهرار هالشكل. شغلتهم ما كانت بالمذبح، واجبهم الخدمي والخدمة مالتهم ما كانت بالمذبح، كانوا يقفون في ممرات الكنيسة ومداخل الكنيسة. ليش؟ لأنه وقت نقول قانون الإيمان اللي ما معمد بعد لازم يطلع من الكنيسة، كان يحطون في غرف مثل اليوم عندنا الكراينج روم اللي نحط بيها الأطفال خطي البيبي، حتى إذا بكيوا أو يحتاجوا أمهاتهم يساعدوهم حتى يكونوا في غرفة خاصة لهم ويسمعون القداس، كان ينحطون في ممر بين مدخل الكنيسة الخارجي ومدخل الداخلي. فالشماس اللي بخر كان لازم يتأكد من هالشميمسي أنه ماكو أحد غير معتمد داخل الكنيسة حتى يحضر القداس. فلما يجي شميمسي مرات اللي يبخرون يمسكون المبخرة وقت اللي يفتلون هالشكل، أو يمسكوها بصبعتين، أو يمسكوها بطريقة خطأ. ليش؟ لأنه أبونا مثل ما نلاحظ يكون راكع أمام المذبح، وكيذكر التذكارات، كيذكر
الأحياء والأموات. يعني أبونا لما يركع هوني وبيدوا الأوراق يعطوا له الأوراق الشباب يذكر من آدم وإلى اليوم بصلوات خاصة للأحياء وللأموات المنتقلين. ولكن سابقا لما كان أكو ناس ما معمدين أبونا كان يطلع على المبخرة، إذا المبخرة ممسوكة بهذا الشكل معناته كل الموجودين معمدين يقدر يبدي القداس. إحنا إلى هالدقيقة القداس ما بلش، كل شيء قبله هو يسمونه الرتبة الاستعدادية للقداس، تمام؟ بس إذا كان يمسك الشماس بصبعتين يخاف لأيده تصير مثلا من الفحم شوية تسواد، أبونا ما يتقي يبلش القداس، لأنه معناها ما كل الموجودين بعد معتمدين، لازم الشمامس يطلعوهم حتى يحضرون القداس. ولكن لما ناخذ السلام بعد الشماس اللي يبخر يقول لنقف حسنا، لنقف بنقاوة، لنقف بقداسة، لنقف بطهر، فكلتنا نكون واقفين. بعد هالقول اللي يقوله الشماس نشوف أبونا يقول، أبونا يقول لتكن عقولنا فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله الآب. وهي هي الحالة اللي يريد نبيها الرب يسوع، أن تكون عقولنا فوق في السماء، أن تكون عقولنا فوق في السماء. فاليوم رسالة الرب إلنا كمسيحيين مجتمعين حول المسيح، المسيح الذي هو على المذبح، خبز الحياة، القربان المقدس، نحن مجتمعين حوله وراح نتناول من جسده ودمه. رسالته إلنا لا تهتمون لأنفسكم بما تأكلون أو تشربون، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. الرب هالشكل علمنا، ولكن متى طلبتم اطلبوا أولا ملكوت السماء وبره، وكل هذه وجميع هذه تزاد لكم. فإذا يا أحبائي الرب يريدنا نفكر بالسماء ونكون بشر سماويين بفكر سماوي. لهذا السبب الرب حذر من الفريسيين والصدوقين. الفريسيين اللي هم عزلوا حالم، عزلوا حالم وسموا حالم فريشة. فريشة بالسرياني يعني المعزولين أو المفصولين، معزولين أو المفصولين. ساعدونه يطفي التليفون بليز الشباب اللي واقفين. يعني رجاء محبة من الجميع، أتمنى نسد موبايلاتنا نحطها على الصامت وقت القداس، و يعني حتى ما يعني نكون في هالمواقف المحرجة مرة ثانية، مع محبتي للجميع. فالفريسيين سموا حالم فريشة أي المعزولين، عزلوا حالم، عزلوا حالم عن بقية الطوائف اليهودية. ليش؟ لأنه هم كانوا يحفظون التوراة والحرف، كانوا يحفظون الناموس ويحفظونه بالحرف، يطبقونه بالحرف. يعني كانوا يشبهون عشان نقول الشرطة العسكرية، هذولي ما عندهم شقة، ما عندهم مزح، فكان يراقبون الناس ويطبقون هالحرف على الناس، ويطبقون هالحرف على الناس. ولكن نسيوا روح الناموس، روح الناموس. ونشوف هذا الشيء، ونشوف هذا الشيء لما مسكوا هاي المرأة الخاطئة بذات الفعل وجابوها حتى يرجموها، وجابوا الرب يسوع حتى يمتحنوهم وسألونه على الحكم على هذه المرأة. فالرب يسوع جاوبهم وقال من منكم بلا خطيئة. ليش؟ لأن المرأة الزانية
كان لازم ترجم، ولكن هم ما طبقوا الناموس. هم ما طبقوا الناموس ليش؟ لأنه كان لازم يجيبون الرجل أيضا، لأن هم كان لازم يجيبون الرجل أيضا، كان لازم يجيبون الرجل أيضا. هم جابوا المرأة بس. فالرب قلم جملته الشهيرة واللي كلتنا نعرفها ونرددها: من منكم بلا خطيئة فليرمها أولا بحجر. من منكم بلا خطيئة فليرمها أولا بحجر. وهذا الشيء يخلينا نشوف أنه هذول الناس نسيوا روح الناموس، والرب يسوع جلاه مع هذه المرأة. لما رفعت راسها ما شافت أحد. ليش؟ لأنه بعد ما قلم هذا الشيء الرب يسوع انحنى على الأرض وبلش يكتب أسماء وكل واحد خطيته، فخجلوا من نفسهم، هربوا. فرفعت راسها ما كان أكو أحد حواليها. فالرب يسوع سأله، قال: أين هم الذين يدينونك؟ قالت له: ماكو أحد، راحوا كلهم. قال: إذن اذهبي ولا تعودي تفعلي ذلك مرة أخرى. أعطاها فرصة جديدة في الحياة. وهي هي روح الناموس، روح كلمة الله. الرب أرسل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة أبدية. ومشيئة الله الآب هي خلاص نفوسنا من خلال يسوع المسيح، له كل المجد. فإذا الفريسيين عزلوا حالهم ومسكوا الحرف ونسيوا روح الناموس اللي هي تمثل محبة الله. أما الصدوقيين كان عندهم فكر هو ضد السماء، ضد السماء. والصدوقيين هم كانوا الطبقة والطائفة الغنية بين اليهود، واللي كان منهم دائما رؤساء الكهنة، كان ينتخبوهم من هالفئة من اليهود، من هالفئة عند اليهود. فنشوف أنه هم كان عندهم فكر ضد السماء، كان ما يؤمنون بثلاث شغلات، بثلاث شغلات ما كانوا يؤمنون. أولا ما كانوا يؤمنون بقيامة الأموات، فهذا شيء ضد الأبدية، هذا فكر إيماني غلط، هو ضد الأبدية. لهذا السبب جو إلى الرب يسوع وسألوه عن المرأة اللي تزوجت سبع إخوة، لأنه نحن نعرف في التقليد اليهودي لما واحد يتزوج وحده وما يجيب أولاد، خاصة إذا هو كان من الوارثين للأرض يعني عنده ورث، لازم أخونه يتزوجها حتى يجين أولاد يسجل باسم المات حتى اسمه ما ينتهي من الحياة عندهم، تقليدهم اليهودي. فجو قالوا له: إذا وحدي تزوجت الأول وما جاها أولاد، والثاني وما جاها أولاد، والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، زوجة من راح تكون في القيامة؟ هم ما يؤمنون بالقيامة. فالرب يسوع جاوبهم جواب نهى بينه كل تصور آخر عن ملكوت السماء. قلم في القيامة سيكونون كملائكة الله، لا يزوجون ولا يتزوجون، لا يزوجون ولا يتزوجون. كملائكة الله إيش يعني؟ يعني ملكوت السماء بالنسبة لنا نحن المسيحيين أو المسيحيون هو تمجيد الله، هو النظر والتمتع بمرأة الآب السماوي والابن الحبيب والترنيم بقوة الروح القدس، هو أن نتمجد معه، أن نحيا هذا المجد. فما راح يكون لا زوجات ولا أزواج ولا حوريات ولا أنهار ولا معفيش ولا هالأمور المادية أبدا، فقط ننظر إلى المجد الإلهي. وهي هي المتعة كلها، هاي هي كل الفرح والسعادة التي لا تزول. فما كان يؤمنون بالقيامة. الموضوع الثاني اللي ما كان يؤمنون بينه وجود الملائكة والأرواح، كان يرفضونه. فهذول الصدوقيين غير الفريسيين، الفريسيين كانوا متمسكين بالكلمة، هكذا تقول التوراة، هكذا يقول موسى،
هذول لا، هذول عندهم فكر، فكر هو ضد الكلمة نفسه، ضد الإيمان نفسه. ما يؤمنون بالقيامة، ما يؤمنون بوجود الملائكة والأرواح. ثلاثة كان يؤمنون إنه الإنسان هو مسير، الإنسان هو مسير، ما عنده حرية إرادة، ما عنده قدرة على الاختيار في حياته. فكان يؤمنون إنه الله خلقه والله يحركه مثل ما يريد، وهذا هو ضد العدل الإلهي والمحبة الإلهية والرحمة الإلهية الكاملة. معناته الله غير عادل إذا خلقنا ويحركنا مثل الشطرنج، أنت تعال هوني وأنت غوحوني. الله لما خلقنا، خلقنا على صورته وشبهه في الصفات، فعطانا حرية الاختيار. فنحن مخيرين في كل شيء في حياتنا عدا شغلتين، هي ولادتنا ما بكيفنا، كيف أمنا وأبونا، والأمر الإلهي في خلقنا، وموتنا هو ما بيدنا. ما بين ولادتنا وموتنا نحن نقدر نختار كل شيء آخر، كل شيء آخر. فنحن عدنا الحرية الكاملة الاختيار، حتى في اختيار الرب الإله من عدمه. آدم اختار أن يكون بعيد، واليوم في عالمنا أكو كثير ناس اختاروا أن يكونون بعاد، وأن ينكروا وجود الله، وأن يرفضوه، وأن يعيشوا حياة مثل ما يريدون. فاليوم المسيح يسوع له كل المجد يريدنا نسمو عن الأرضيات إلى السماويات، وأن يكون لنا فكره، فما نتمسك بالحرف القاتل، ولكن بروح هذه الكلمة المحية لتعطينا حياة من خلال علاقتنا فيه، وأيضاً أن نثبت على الإيمان الحقيقي والإيمان الصادق اللي قدم لنا الخلاص والفداء بمعانيه، حتى نستحق أن نحيا ملكوت السماء. لهذا السبب الرب حذر التلاميذ من الفريسيين ومن الصدوقيين. واليوم يا أحبائي، هناك كثير جماعات، كثير جماعات تدعي الإيمان، ولكن بالحقيقة لما نقف ونفكر ونشوف هم أش تعليمهم، شوفهم هم بعيدين عن الإيمان، بعيدين عن روح المسيح. كثير مرات يجون يدقون على الأبواب، يدقون على الأبواب ويريدون أن آمن بما يؤمنون، ولكن إيمانهم هو غلط، وأقواهم هم شهود يهوى. فلازم نحذر من أي شخص يدق بابنا ويحكي بالإنجيل أو يحكي بالكتاب المقدس. لازم نعرف أشنو إيمانه، أشنو هو. واليوم مثل ما الرب حذر تلاميذه من الناس الذين بعيدين عن روح الإيمان وعن الإيمان نفسه، اليوم أيضا نحن كرسل للمسيح مجتمعين حوله لازم نكون حذرين، حذرين في أنه شلون نحن لازم يكون لنا فكر المسيح، نسمو من الأرضيات إلى السماويات، ونفكر أنه طول ما هو معنا ما حد راح يقدر علينا. إن كان الرب معنا فمن علينا، فمن علينا. لهذا السبب يا أحبائي، اليوم هي رسالة لنا أن نعيش الكلمة التي هي أمضى من كل سيف ذي حد وحدين، نحياها وتحيا فينا، نحياها وتحيا فينا، فنشوف قوة الخلاص العاملة داخلنا بواسطة الروح القدس، ومن خلال شركتنا في الأسرار المقدسة نصبو ونرتفع إلى السماء، ونكون يكون فكرنا حيث المسيح جالس عن يمين الله الآب. وأيضا يا أحبائي نثبت على الإيمان المستقيم، الإيمان الأرثوذكسي، حيث سلموا الرب يسوع إلى رسله والرسل إلى الآباء، وبدم الشهداء والقديسين وصل إلنا اليوم. نحتفل أيضا اليوم بعيد القديسة الشهيدة تقلى، اللي هي أول الشهيدات المسيحيات، واللي لأجل الإيمان نالت إكليل الشهادة. فبدم هالشهداء هذولي وهالقديسين هذولي وصلنا هالإيمان،
فلازم نحن نكون اليوم على قدر المسؤولية، نحافظ على هالإيمان ونعيشه، فنعيش في المسيح والمسيح يعيش فينا. ومثل ما يقول بولس الرسول وأوجد فيه، يعني وجودنا هو من المسيح، بغير المسيح كأنه نحن لسنا بموجودين. والرب يبارككم دائما أبدا آمين، ويجعلكم دائما بصحة وعافية آمين. يا أحبائي، سنصلي صلاة الثالث والسابع للمرحومة المأسوف عليها جولييت يوسف كرومي قصير، زوجة المرحوم الشماس أيوب شمعون غالية، واللي انتقلت في الأسبوع الماضي في كاليفورنيا. الرب يرحمها ويرحم جميع أمواتكم، ونعزي العائلة باسم الجميع. الرب يعطيها ملكوت السماء، صحبة الأبرار والصالحين والقديسين، ويعزي قلوبكم. كما أيضا ذكرنا المرحومة رسلية رحيمو، أرملة المرحوم توما عباسة، وكل من أولادها المرحوم الشماس عامر توما عباسة والمرحومة جنان توما عباسة، بمناسبة مرور الأحد الثاني على وفاة الرب يرحمه. وذكرنا أيضا المرحومين المرحوم الشماس الإنجيلي بهجة الخوري وزوجته نبيها عبد المسيح وابنه سعد الله الخوري وبناته صبرية ويازي وماري الخوري، والمرحوم فرج حنة أسمر وزوجته منيرة حنة وأولاده صبحي وحنة وإفلين أسمر، والمرحومة جانيت حبيب والمرحوم متي داريوس وزوجته دولا رشيد والمرحوم خالد جورج شوشانا والمرحوم إيران اسكندر أسمر والمرحومة إيران اسكندر أسمر والمرحومين متي داريوس وزوجته دولا رشيد، وداد عبد الأحد وزوجته ماري زورا داريوس الشماني وزوجته مريم داود رشيد الشماني والمرحومة شمس حاق. وأيضا ذكرنا المرحومين يوسف باسم صوفية وجميع أمواتهم، والمرحوم داود شابة نونو وجورج داود شابة ويوسف حنة وسارة متي. ذكرنا أيضا المرحوم الياس يوسف وزوجته منتهى سليم وحفيدهم باهر سليم، وذكرنا أيضا المرحومين متي داريوس وزوجته دولا رشيد والمرحوم منسى داريوس وزوجته جاكلين الياس والمرحوم رشيد إسحاق وزوجته شمة والمرحوم داريوس عيسى وزوجته مريم والمرحوم جورجيس داريوس وسمعان داريوس والمرحوم متي رشيد وجورجيس رشيد ونورية رشيد وهنية رشيد والمرحومة مريم منسى داريوس والمرحومة نضال بلحت ونجاح بلحت والمرحوم صلاح زكر أيوب. كما نورت الكنيسة على نية مؤمنين ومؤمنات، طلبت من لا نذكرهم على العلن، وأيضا على نية المؤمن نعمة متي داريوس. الرب يعطيكم ويتقبل تبرعاتكم وصلواتكم وأدعيتكم ويحفظكم دائما بالصحة والعافية. كما أقمنا السهران لأجل نية مؤمنين ومؤمنات، ومن أجل نية شفاء المؤمن مظفر شمعون حداد وجميع المرضى المتعبين. الرب يعطيهم الشفاء ويعطيهم ما هو صالح لخلاص أنفسهم. يا أحبائي، بعد صلاة الجناس سندخل إلى الكنيسة الطفل مارفن بهنام دبس المولود جديدا، واللي نشكر الرب على سلامته لأنه كان شوية تعبان بعد الولادة، ولكن نشكر الرب، الرب تمم شفاؤه واليوم هو معنا في الكنيسة. الرب يحفظه لأمه وأبونه لبهنام ولسالي، ويجعله سبب بركة لهالبيت، ويكون إن شاء الله يمشي في طريق القداسة آمين. يا أحبائي، من اليوم راح نبدي تسجيل للتعليم المسيحي، فاللي يحب أولاده يكونون بالتعليم المسيحي، الشباب المسؤولين عن التعليم المسيحي ندى ودنيا والأخ فليمون والأخت رفا راح يكونون الأخوة موجودين بغى يأخذون الأسماء. اللي يحب من عندكم يسجل أطفاله حتى نبدأ إن شاء الله في الأسبوع القادم بدروس التعليم المسيحي بعد العطلة الصيفية، والرب يخلي أولادكم ويحفظهم بالصحة والعافية. يا أحبائي، عندي رجاء محبة من كلكم، وما أريد أحد يزعل مني بالوقت المناولة. وقت المناولة أتمنى ما نحكي أحاديث جانبية. ليش؟ لأن القربان مرفوع وكينعطي،
فأتمنى أنه يا إما نرتل أو نقف بهدوء، واللي ما يتقف الكبار بالعمر يقدرون يقعدون. ليش؟ لأنه لأكثر من مرة كتتكرر حالات عندنا أنه كيصير حكي، كيصير ضجة وقت التناول. ولقدسية القربان، لقدسية القربان المقدس جسد ودم المسيح، يعني هذا رجاء محبة من كلكم أنه نحن نلتزم بالهدوء ونرتل ونعطي إكرام وقدسية لهذا القربان المقدس ولعمل الرب يسوع المسيح في حياتنا الخلاصي. وبالنسبة أيضاً للإشاربات، أتمنى يا أما نلبس الإشاربات طول القداس أو يكون في محطة أخرى الشباب يوزعوهم. ليش؟ لأنه كيصير كثير تأخير بالتناول إلى أن البنات خواتنا يلبسون الإشارب ويشلحونه، كيصير كياخذ وقت بالحقيقة إلى أن يشلحونه، بعدين يرجعون يحطونه بالسلي وتجي البعدة والبعدة والبعدة. مع محبتي واحترامي لكل الأخوات، يا أما نحضر حالنا قبل التناول تتوزع الإشاربات أو تنحط في مكان يكون أسرع، يكون أسرع توزيع الإشاربات، أو نلبسه من بداية القداس، أو نلبسه من بداية القداس يكون أفضل حتى ما نتأخر في المناولة وما نعمل ازدحام وضجة أمام القربان المقدس، حتى كل شيء يمشي بهدوء وبدون أي ضجة لقدسية القربان المقدس. وهاي رجائين محبة، يعني أتمنى ما تزعلون مني، والرب يبارك بكم جميعا ويجعلكم دائما بصحة وعافية، يجعلكم دائما بصحة وعافية. تفضلوا نصلي مع بعض صلاة الاعتراف والتناول. أنا أعترف لله الآب الضابط الكل وابنه الحبيب سيدنا يسوع المسيح وروحه القدوس، وأعترف بإيمان المجامع الثلاثة المقدسة على رجاء الكهنوت الشريف المسلم إليك يا أبي الكاهن، وبه تحل وتربط. إنني أخطأت بحواسي الباطنة والظاهرة بالقول والفعل والفكر، خطيئتي عظيمة عظيمة جدا، وأنا نادم عليها ندامة كاملة، قاصدا أن لا أرجع إليها أبدا، راضيا بالموت، أحرى من أن أقبل الخطيئة. فأسألك بسلطان الكهنوت المقدس أن تحلني وتسامحني بذنبي، سائلا الله أن يغفر لي بنعمته. آمين. يا رب ارحمنا، Lord have mercy. يا رب سامحنا، Lord forgive us. ليرحمكم الرب الإله ويقودكم إلى الحياة الأبدية، مثلما رحم بطرس الرسول والخاطئ والعشار ولص اليمين وجميع التائبين، بسلطان الكهنوت المقدس الذي سلمه لرسله الأطهار ومنهم جيلا بعد جيل وعبر خلفائهم الشرعيين حتى وصل إلي أنا العبد الضعيف الخاطئ. بهذا السلطان أحل لكم يا إخوتي وأخواتي من جميع الخطايا التي اعترفتم بها وأنتم نادمون عليها، تداكون وتتقدشون نشتقون حب يكون وحطو يكون بشمو دابو ودبرو ودروحو حي وقاديش الحايد العلم علمين. آمين. شبحو لابو لبرو والروحو قاديشو وعليل محيلو حطوي رحمي دحنونو نشتقون بدرين علم علمين. آمين. في منازل الأبرار ومساكن الصديقين وبصحبة هؤلاء الذين اخترتهم منذ البدء، امنح يا رب جزيل مراحمك راحة لأمتك المرحومة جولييت التي انتقلت إليك حيثما يتمتع القديسون، ومعهم وبينهم تقدم لك التسبيح والشكر الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. آمين. قدم رحم أبو علي بن يهلي لو يا مراحم مريو على دحلة وبرنو شاخ عميرو يا وموهلي لو يا وخعفيت حقلو خنيو عب شبحوا لابو لبرو والروحو قديشو من علم وعدم العلم علمين.
ام ثقت شيخ بثال سبروخو عل تغلوني دحنونو قولو حيونا عيري من قبر الغوفر دايسوس ومن قلوس قري الايسوس ملكم نحمونو بشبحيدو نحمن رومو ما حميثي وامقم لقبير قيمي شغيو إثعاني ذي من قو قبري مسقين شبحو لوخم ناحمي ذيب شبحو لابو لبرو والروح قديشو شبحو لهو قولو دي مرموران بس بارثي خلد خيل فروشوت دم حيولو في وباش يول ميطولو ثيث راكنت طعمت موتو دهوني حل مريو رحم علينا لم ثخني حبين اذكين برود الله اي ملكو ثلو مشتريو عم قديس لو ختشبح دوم ناحميتي من قبر عيون وما البش الخد اسطل شبحه بيوم نحومه أيها الرب الإله يا من بأمرك وضعتنا في هذا العالم وبسبب معصيتنا حكمت علينا بالموت والآن نقدم لك الصلوات والطلبات عوض نفس يامتك المرحومة جولييت التي رقدت على رجائك بالإيمان الحق اغفر لها بمنك واكرمها بمساكن الراحة وعند القيامة أهلنا كي نسبحك مع قديسك أيها المسيح رجاء نفوسنا ونشكرك وأباك وروحك القدوس الآن وكل آوان وإلى أبد الأبدين آمين. لنصلي الصلاة الربانية راحة لنفس المرحومة جولييت وراحة لأنفس جميع أمواتنا المؤمنين قائلين أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك لياتي لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفافنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا كي نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والتسبيح إلى أبد آمين. الله يرحمه. يا أحبائي تتقبل عائلة المرحومة جولييت التعازي في قاعة الكنيسة من بعد القداس الإلهي ولغاية السابعة مساء. الرب يرحمه ويعزي قلوبكم. راح ندخل الآن الطفل مارفن إلى الكنيسة. أعطوني الشمعة. الشمعة هذيك أعطيني. الشمعة. جيب. شمعتك وشمعتي تعال شالوا لنا تمام مليحة تكفي تعال خفي هون يسألي عند الباب لك هالشمعة تعطيني هاي ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح يا من أنت المحبة الحقيقية والرجاء الذي لا يخيب يا من أتممت الناموس والنبوات فدخلت إلى الهيكل وحملك شمعون الشيخ على يديه
وأتممت بذلك الناموس الموسوي. أعطي يا رب عبدك هذا الطفل مارفن ووالدته الشفاء من جميع الأمراض النفسية والجسدية، واجعله أن يكون ثمرة صالحة لتمجيد اسمك القدوس، فنمجدك نحن وهو على الدوام، آمين. أعطيني هو ثاني. يا يسوع اسم الصليب، اسم الصليب. عدلي غاسو بس، عدلي غاسو بس شوية. طوبى والعبد طوبى مودو تمرهن مشكحلهن كذعيرين وبكرم فرحين أسرح صاو ومشى مشلهن دلي وعامي من صفر رمشوا أبو مسمخ فلوحوا وابروا شامش لهن رقد شفارق لطك ليليهن قدلوا بث ملكوب شبحو قومات مو هاليلويا وهاليلويا وملك ثومين يمينو وطعام اخو بثابو مو هاليلويا وهاليلويا ونثرى رمال كل شفره بحر شبحوا لابو لبروه والروح قديشو من علم علم العلم علمنا من قارب بوعو تحلفين أشبارو دم النيلي حيثو تدنا حمينه نعبد رحمي عن كل نصطمه اذكر يا ليسون دخرانو مريم والبرق فيهم تان وسطوتات وسالي قفي هون شبحوا لابو لبرو والروح قديشو ريحو باسموه فويا بويا زبتلتو مريم دخلوه مريم مورانيت رحم عليهم بصلت مريم ديلتو بصلتو حلبوتو بارخو يلشبروهنو لو تشلينو قديشتو من بعوتو دحلو فين يوسو قارب لي حيدخنا بذرة رحمي عليكم موران اثراحا ما عليهم بصلاو ثد مرمتي بصلو ثي وبصلو ثي حبرا وبارخو يلشبروهنو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، أنت يا من أخذت الأطفال في حضنك المقدس وباركتهم ووضعت عليك يدك وضعت عليهم يدك المقدسة، ابسط يا رب يمينك غير المنظورة مع يميني أنا العبد الضعيف، وبارك هذا الطفل مارفن من كل شر ومن كل سوء، واجعله يا رب أن يكون ثمرة صالحة لتمجيد اسمك القدوس، آمين. ألف مبارك والرب يخليكم. حيلو وثوشنا أيوني قيمين آمان بثق قدشو ومزيحين لفغر ودمي بارضو لدبح قدما رب سبني أوبي وحطوهن
زيقني مان ها وتعالوا وتحتوا يقول قديس 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 مريو الو حيث نقر لسم بارخ مرهلي إلويا مهما دبحوا مع سيونون يحوث حسن عبد إكبار الو أوديت الفرقونا نعتد ابني ثميطن نحوما 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 فطر إنسان العلمين آمين شوط مريولو يمينو خيد لهم بحزيوني ثو بارخ الكنشون السعوديك دم قبلين المسا فاروخ ودمخ يقير الحسيب حول القلي وثافت أقدامك مورا والوها أن العلمين آمين نهو الرحمة وضالوا على طيني قدشيه لين واليوبيهون والنوسو بيهون وعال كل من دلي واشتو تابوا مشتو في نبهون رحمة وضالوا نهو نعلن عليهم بترهن علمي والعلم علمين الشكل خليهم يتقدموا يعني خليهم يتقدموا روحاً أريحاً في دياجي
فاستنارت في روحي ونوري وسلام فاستنارت في روحي ونوري وسلام بهجة النفوس ذكراه تطرد العبوس يسوع بهجة النفوس ذكراه تطرد العبوس وحبه ينفي البؤس طوبى لمن يهواه وحبه ينفي البؤس طوبى لمن يهواه في ذا الزمان الواسق من لي بخل صادق في ذا الزمان الواسق من لي بخل صادق أشكو له مع ضايقي مستنجدا عزاه أشكو له مع ضايقي مستنجدا عزاه إذا غدا قلبي ألو عند أحضاني يسوع إذا غدا قلبي ألو فعند أحضاني يسوع وسريع كالطفل جزوع يصيح يا أسريع كالطفل جزوع يصيح يا أمه إن خليل ابن الإله من ليس يكره الخطى إن خليل ابن التمجيد لك يا رازقنا
تكتورا في القناة يا رب ارحمنا يا رب ارحمنا وقبل قربنا يا رب ارحمنا وقبل قربنا لا تغفل عنا أنت ملجأنا لا تغفل عنا أنت ملجأنا أنت ملجأنا نحن عبادك نقرع بابك نحن عبادك نقرع بابك فمنحنا جودك يا رب منحنا فمنحنا جودك يا رب منحنا يا رب منحنا يا رب كريم إلهنا رحيم يا رب لطفك العظيم يا رب منحنا لطفك العظيم يا رب منحنا يا رب منحنا زدنا جزل رأفتك زدنا نعمتك وجزل رأفتك وشبل رحفتك يا رب علينا وجبل رأفتك يا رب علينا يا رب علينا نسبح ونمجد فدينا يسوع فدينا يسوع سجود بكل خشوع ونعظم ثم نسجود بكل خشوع تحت المك حبيبي إنه على مذبح لأجل لأجل الإنسان ومن دان منه يومنا نعمة الغفران ومن دان منه يومنا نعمة Ah.
القلب تناول وذوقه كأنه نوعات تناول وذوقه كمن نوعات هذا هو خبز الحياة وقوت الأرواح وقوت الأرواح وهو حقا عين الخيرات وأصل الصلاة وهو حقا عين الخيرات وأصل الصلاة شكرا لك يا ربنا يسوع الكريم يسوع الكريم لأنك أعطيتنا عربنا النعيم لاله الشبح برومه ولي الاحترام رومه ولسعتك للقدوس العالي دحن رحمه هاليلويا سبحانه سبحانك ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح إلى الأبد سبحانك جسدك المقدس الذي أكلناه ودمك الزكي الغافر الثمين الذي شربناه لا يا رب لا يكونان لنا دينونة وانتقاما بل للحياة الأبدية وخلاصا لجميعنا وارحمنا قبلنا طيب ثود الوثان إثراء حام عليه إننا نشكر إحسانك للبشر ساجدين فقونا جميعا وعنا وعضدنا وثبتنا واغفر لنا وارحنا بواسطة تنعمنا بهذه المائدة الروحانية فنأتب بحمدك وتسبيحك وابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين آمين بارخ مور شلومو الكون خون أمرو حديلوخ من بثار انسي بثد روزي هويلين قديشي والا هويلين دت في هب تبقدام مريم رحمنا ريشن أركن دومك مران والوهان أيها المسيح الخبز الحقيقي الذي نزل من السماء وصار لنا طعاما لا يفنى احفظ نفوسنا وأجسادنا من جهنم التي لا تطفى والدود الذي لا يبلى لنسبحك وأباك وروحك القدوس الآن وكل آوان وإلى أبد الآبدين آمين بارك مور
تارخ مو لوقت شبحتو رايو طابو دفرق عوني ميطو الله يربو هودا بذون حث داليتوي مانو مشكاح انشابح شبحوخ بمشبحوني دكسيد بابوخ وعمروح قدشو ولوخت شبحتو قابل انا مورا زينهم بشتاها حابين تقد اشتعان زود الكثير من سبت النظم حسين مريم راحي كان قاري بحاي عميتي رقاب أستر الزاكوية مريم ربنا عبر شهر ما مجدتو قد يشتو يتحاسي حوضا يكون تشبه بوصولا يكون واتنيح روح عبر يعني ليكون وينو دين عبد محيلو حاطو يتحنين وتعذر بدروني بسلا وتكون Go in peace. Amdu bi salam. Zilun bashlomu kaf hodithun urozithun alayhim hilu hatu yusala.